مرض الاكتئاب وعلاقته بالإدمان أو التعاطي. الاكتئاب بصورة عامة هو اضطراب مزاجي، عشان نقدر نشخصه محتاجين على الأقل أسبوعين. في الأسبوعين دول بيبقى فيهم الشخص أغلب الوقت في أغلب الأيام مزاجه حزين أو مكتئب، أو على الأقل كمان مبقاش فيه أي استمتاع بحاجة كانت قبل كده بتمثله مصدر من مصادر السعادة. بالإضافة للخاصيتين دول هنحتاج كمان يبقى فيه كمان 4 معايير تشخيصية. إما إن يبقى فيه اضطراب في النوم، بمعنى إنه في أغلب الأيام إما إن فيه أرق في صورة في النوم أو فيه نوم زيادة عن المعدل الطبيعي قبل بداية الاضطراب. كمان بيبقى فيه اضطراب في الشهية، معناها إنه بيبقى فيه فقدان في الشهية، أو المريض ملوش نفس إنه ياكل بنفس الكمية اللي كان بياكل بيها قبل كده، أو فيه زيادة مفرطة في الأكل. كمان بيبقى فيه ضعف في الجهد البدني، بمعنى إنه بيبقى المريض حاسس إنه مفيش في جسمه طاقة يقوم بالمجهود اللي كان معتاد يقوم بيه قبل كده. بالإضافة إنه بيبقى فيه أفكار سوداوية، أو بيبقى فاقد الإحساس بالأمل في المستقبل، عنده إحساس باليأس، وإحساس كمان بانخفاض قيمة الذات، إنه لا يستحق إنه يبقى في المكان اللي هو فيها ويبقى عايش، وعنده إحساس غير مبرر بالذنب. أو في النهاية ممكن يبقى فيه كمان أفكار متعلقة بتمني الموت أو أفكار الانتحار. التشخيص ده أو المعايير دي لو موجودة خلال أسبوعين إحنا مصاب بنوبة اكتئابية. عادة بعد فترة من التعاطي بيفقد المدمن أو المتعاطي السبب الأساسي اللي كان بياخد المادة، اللي هو البحث عن اللذة أو السعادة، ويبدأ يبقى موجود معاه بانتظام إحساس بعدم السعادة، وده بيخليه يرجع يزود نمط التعاطي بتاعه. مع التوقف عن المادة بيبقى الجزء اللي في مخنا اللي مسؤول عن تنظيم الإحساس بالمزاج مضطرب، فبنمر بفترة عدة أشهر بيبقى فيها المزاج مزاج اكتئابي. وارد جدا يبقى فيه نوبة اكتئابية كاملة بتحتاج مش بس علاج دوائي، كمان علاج تأهيلي. شكرا.